يا مساء الفل والجمال على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة لسه بنحتفل من خلالها بفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر، وإحنا كجماهير حقيقة إن إحنا نحتفل ونفرح، لكن الفرقة أكيد مركزة في التحدي المقبل وهو مباراة الداخلية عشان تختم مرحلة أولى في بداية الموسم الجديد بشكل مثالي جدا ان شاء الله من خلال الفوز في هذه المباراه الصعبه بكل تاكيد، وكل الاحترام لفريق الداخليه. فبالتالي ان شاء الله الاهلي يستعد لهذا اللقاء بشكل جيد بدايه من الغد بعد الاجازه اللي حصل عليها الفريق النهارده بعد العوده للمرام مباشره بعد الوصول لمطار القاهره بشكل مباشر وقرار كولر المفاجئ. لكن في كل الاحوال الحلقه النهارده مهمه، هنتكلم فيها على حاجات كتير جدا بتخص الفريق، وكمان هنتطرق لبعض الاخبار العالميه والمحليه ونستفيد في الحديث عنها فقرات مختلفه من حلقات الترند كالعاده. لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده ورسائلكم. ايه لكولر المدير الفني للاهلي بعد خوض 5 مباريات فقط مع الفريق وتحقيق اول بطوله له وهي بطوله السوبر المصري قدام نادي الزمالك اول امس بنتيجه 2-0؟ كل الرساله حضراتكم حابين توجهوها لكولر المدرب الجديد، هناخد رسائلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد، بس تواصلوا معانا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام. دي جزئيه ايضا مهمه وبتهمنا جدا تواصل حضراتكم دايما معايا، لكن الاهم بيكون دايما ابرز واهم العناوين. تعالوا نشوف ايه الاخبار. يلا بينا في ترند الاهلي. الفريق راح اليوم ويستأنف التدريبات غدا. وكمان كولر يبحث خطة الأهلي خلال توقف الدوري. وأخيرا كلوب لا أتوقع تأهل ليفربول لدوري الأبطال. طيب النهارده في بعض المباريات في مختلف الدوريات، تعالوا نبتدي بالدوري الإنجليزي ومباراة تتلعب في اللحظات دي ابتدت الساعة 4 العصر بالتحديد ما بين أرسنال ونوتنغهام فورست. في الدوري الإنجليزي أرسنال متقدم في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول بهدف أحرزه مارتينيلي المتألق بصراحة الموسم ده بشكل ملفت مع الأرسنال، ومن صناعة ساكا اتصاب بعديها بشوية وخرج في تبديل اضطراري لأرتيتا المدير الفني الإسباني لأرسنال. فالتقدم ما زال 1-0 والشوط الثاني بيبتدي دلوقتي وأنا بتكلم معاكم. المباراة الثانية النهاردة وختام الجولة في الدوري الإنجليزي هتكون دي الجولة 14 هتكون ما بين مانشستر يونايتد وويست هام يونايتد، مباراة في الأولد ترافولد هتكون الساعة 6:15 بالظبط، يعني بعد ساعة وربع من دلوقتي. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الإسباني، أوساسونا لعب وكسب بلد الوليد 2-0، الساعة 5:15 هتكون مباراة ريال مدريد بعد كمان يعني حوالي 10-12 دقيقة. ريال مدريد هيقابله جيرونا في سانتياغو برنابيو، والساعة 7:30 أتلتيك بلباو مع فيا ريال، والساعة 10 بالليل ريال سويسداد مع ريال بيتيس. أما مباريات الدوري الإيطالي فالنهاردة إمبلي هيلعب مع أو لعب خلاص مع أتلانتا وفاز 2-0. كريمينيزي بيلعب في هذه اللحظات مع أودينيزي التعادل سلبي بدون أهداف. إسبيزيا مع فيورنتينا المباراة لسه برضه بتقام في اللحظات اللي بتكلم فيها معاكم، تعادل إيجابي 1-1 بين الفرقتين. الساعة 7 هتكون مباراة لاتسيو مع سالرينيتانا، والساعة 10:15 مباراة تورينو مع الميلان. دي أيضا مباريات مهمة جدا في الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي في الحقيقة يعني المتعة بالنسبة له ابتدت ترجع شوية. زمان كان الدوري الإيطالي ده حلو جدا جدا، الناس هنا في مصر كتير كانوا بيتابعوا الدوري الإيطالي. فترة كده تحس الدوري هدي مع طبعا تواجد ميسي ورونالدو، كل واحد في واحد في ريال مدريد وواحد في برشلونة، فالأنظار كلها اتجهت نحو الدوري الإسباني. لكن في نفس الوقت وفي كل الأوقات في الحقيقة الاهتمام بيبقى أكبر بالدوري الإنجليزي، يعني في كل الأحوال يعني أيا كان الدوري الإيطالي كويس مش كويس، الدوري الإسباني مشي ميسي موجود ميسي أو رونالدو كذلك، هو الدوري الإنجليزي أكتر الدوريات إثارة حول العالم. بمناسبة الدوري الإنجليزي الواحد فعلا حزين قوي قوي على مستوى ليفربول، ومباراة كانت في المتناول وأسهل ما يمكن امبارح بالنسبة ليفربول ونجمنا المصري محمد صلاح أمام ليدز يونايتد، واللي انتهت بفوز ليدز يونايتد اللي هم يعني عاملين موسم ولا أسوأ من كده بنتيجة 2-1 في اللحظات الأخيرة. الهدف الثاني والهدف الأول كان جاي من خطأ كارثي مشترك ما بين جوميز وأليسون بيكر الحارس بتاع ليفربول، استغلها رودريجو وأحرز هدف في أول 3-4 دقائق. عاد محمد صلاح بعديها ب 10 دقائق في دقيقة تقريبا 15 على ما أتذكر جاب هدف من عرضية من روبرتسون، وشاف إن محمد صلاح هو الأفوق
لكن اللي مودي ليفربول في داهيه لحد دلوقتي من وجهه نظري هو نونيز بصراحه، اللاعب الاوروجواياني الصفقه الجديده اللي كلفت ما يقرب من حوالي 100 مليون يورو، ما اضافش اي شيء لحد دلوقتي بالنسبه لليفربول. فبالتالي يعني صلاح بيتفوق وماشي بشكل كويس، لكن الفرقه واقعه خالص. يعني تصريح كارثي النهارده، او تصريح يعني واقعي مش كارثي، من كلوب ان الفرص صعبه جدا بخصوص التاهل للتشامبيونز ليج بعد هزيمه الامس، وخصوصا لسه بدري، بس خلاص الوضع بقى صعب. طيب النهارده من ضمن الحاجات المهمه جدا عيد ميلاد اسطوره كره القدم والقدوه في الاخلاق والاحترام والادب والاسطوره بمعنى الكلمه والرمز، رمز الكره المصريه، الراجل اللي في الحقيقه ما تسمعلوش صوت غير نادرا، يعني الراجل بيشتغل، لما تحتاج تسمعه هتلاقيه بيطلع يتكلم ويوضح لك امور كتير جدا، لكن مش على الفاضي وعلى المليان وكل شويه مداخلات وكل شويه لا لا لا. الكابتن محمود الخطيب، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وحضرتك بخير، وكل سنه وانت في افضل حال وبصحه جيده، وكل سنه وجمهور الاهلي مرتبط بيك، وجماهير الكره المصريه كمان مرتبطه بيك، لان انت فعلا مثال يحتذى به في الادب وفي الاخلاق وفي الاحترام، وكقدوه يجب ان تتبع. ليه؟ لان الراجل سواء كان لاعب فهو موهبه فذه، سواء كاداري او في الاتجاه الاداري، يعني في النادي وتدرج في اكتر من مكان جوه النادي وجوه المجلس، فايضا مثال مميز جدا. فبالتالي كل سنه وحضرتك طيب يا بيبو، وان شاء الله باذن الله في افضل حال، وان شاء الله ترجع لناديك بألف مليون سلامه، وتفرح مع جمهورك بمختلف الالقاب خلال الفتره اللي جايه زي ما حصل في فترات كتيره جدا فاتت. كل سنه وانت طيب يا بيبو. طيب دي ايضا كانت جزئيه مهمه جدا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا لسه تفاصيل كتير قوي قوي، سواء بتتعلق بمباراه الاهلي والزمالك بتاعت اول امس، او بخصوص المرحله الجايه واستعدادات لمباراه الداخليه في السنة. كان حريف قوي الراجل ده بصراحه، يعني احنا الجيل بتاعنا كمان ما بيشوفش غير لقطات وفيديوهات واهداف، فاعتقد الجيل اللي عاصر الكابتن محمود الخطيب كان محظوظ جدا انه يتمتع بمهاراته وامكانياته في الملعب، و أسطورة في الحقيقة من أساطير كرة القدم في تاريخ مصر طبعا، يعني كل سنة وهو طيب. ماشي، أنا عندي أكتر من جزئية في الحقيقة عايز أتكلم عليهم، وهتكلم عن ماتش الزمالك تاني، لأن في أكتر من نقطة لازم نعلق عليها قبل بقى ما نركز في الاستعدادات لمباراة الداخلية، لأن ده أمر مهم للغاية. يعني أول حاجة أنا صراحة مستغرب، هي الناس زعلانة ليه إن جمهور الأهلي فرحان؟ يعني ليه الناس عمالة تتكلم إيه ده يا عم أنتم مبالغين أوي في الفرحة، وجمهور الأهلي مبالغ أوي في الفرحة وكلام من ده ليه؟ ما طبيعي ان الاهلي يفرح وجمهوره يفرح بالبطوله وبالاداء وبالتفوق الكبير الواضح على كل الاصعده داخل الملعب، سواء من خلال المدير الفني او من خلال امكانيات اللاعبين قدام نادي الزمالك في الملعب. اللي يقول غير ان الاهلي كان افضل بمراحل من نادي الزمالك يبقى غلطان، يبقى مش واقعي. فطبيعي جدا جمهور الاهلي يفرح، طبيعي جدا جمهور الاهلي يفرح. وهي في نقطه مهمه، للأسف الشديد للأسف الشديد جمهور الأهلي هو اللي كان دايما مقصر في حق نفسه. أنا بقول لك الكلام ده أنا مقتنع بيه، كنا دايما بنكسب دوري في التاني مش عارف، تحس البطولة ملهاش طعم، يعني خلاص خدنا الدوري مرة، في التانية على التوالي، في التالتة على التوالي، في الخامسة على التوالي، في السبعة على التوالي، فتحس إن البطولات يعني بقت حاجة عادية عند جمهور الأهلي في فترة من الفترات، فبالتالي كان ساعات بتاخد الدوري ما بتحتفلش بيه، بقت حاجة عادية. تمام، تيجي مثلا تاخد اي بطوله تانية لما تاخدها كذا مره، يعني انت مثلا احتفلت كانت واحد كواحد من جماهير النادي الاهلي، احتفلت بالتسعه زي ما زي العشره، ها بطوله دوري ابطال افريقيا؟ لا خالص، انا ما حسيتش بفرحه العشره بصراحه، لان كنا واخدين التسعه، والتسعه بصراحه هي اهم بطوله واكتر بطوله الواحد فرح فيها او بيها، ولا فرح زي الفرحه دي ولا هيفرح زي الفرحه دي، ده امر مؤكد. ليه؟ لان انت بتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك، فريق محترم، ونهائي القرن عمره ما هيتكرر في وجهه نظري، صعب جدا جدا انه يتكرر، يعني نتمنى انه يتكرر طبعا، تبقى حاجه كويسه للكره المصريه، لكن كان اول مره في تاريخ الاهلي والزمالك يلعبوا مع بعض في نهائي دوري ابطال افريقيا. تمام، فالفرحه اكيد بتبقى مضاعفه الاضعاف، لكن في كل الاحوال في كل الاحوال مثلا العشره لما كسبنا كايزر تشيفز كسبانين ثلاثة، قصة عادية خالص، ما تحسش إن أنت فرحت. فجمهور الأهلي هو اللي كان مقصر في حق نفسه، بس ده الوقت بقى
ان لازم جمهور الاهلي يعرف ويفهم، وهو اكيد مدرك الكلام ده كويس جدا، انه لازم يفرح مع اي بطوله. لازم تفرح الفرحه اللي انت حابب تفرحها باي طريقه، تمام؟ طبعا بدون اي تجاوز في حق اي نادي من الانديه، طبعا ده امر غير مقبول، لكن في نفس الوقت افرح وخليك مبسوط بفرقتك وافتخر بفريقك كالعاده. كده كده جمهور الاهلي بيفتخر بفريقه حتى في اوقات الانكسار، لكن ما بالك بقى في اوقات الفرحه؟ لا، كان في تقصير من جمهور الاهلي بخصوص الفرحه يعني. فانا مستغرب الناس ليه مستغربه، او الناس ليه شايفه ان الاهلي بيبالغ في الفرحه. لا خالص، ده فرحه الماتش بتاع اول امبارح دي عمرها ما هتضاهي ابدا ابدا فرحه نهائي القرن مثلا وبطوله دوري ابطال افريقيا يعني. فدي جزئيه من الجزئيات المهمه اللي انا حابب اتكلم فيها. طيب النقطه الثانيه، وللاسف الشديد، للاسف الشديد في الوقت اللي احنا هنعمل فيه مقارنه ما بين صفقات الاهلي اللي لعبت لحد دلوقتي في الموسم الجديد وصفقات الزمالك اللي لعبت لحد دلوقتي في الموسم الجديد، حتى بعد ماتش السوبر الاخير، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الناس تتكلم على ان برونو سافيو ده مثلا يعني ما عملش حاجه في الماتش، ده عم هو جاب الجون ده ما عندوش فكره، رغم ان برونو سافيو عمل ماتش على المستوى التكتيكي مميز جدا، رغم ان برونو سافيو بشكل مهاري جيد جدا وبذكاء اكثر من رائع قدر انه يحرز الهدف بعد غلطه زكريا الوردي صفقه نادي الزمالك الجديده، انا جاي لك اهو في الكلام ماشي. رغم ان برونو سافيو قدم مباراه لحد ما طلع بشكل اكثر من رائع وقدم بوادر ايجابيه في بداياته، رغم لسه قله الانسجام والتناغم ما بينه وما بين الفرقه وما بين زمايله في الفريق، لكن مع ذلك تلاقي لسه لحد دلوقتي البعض من الاعلاميين بيتكلموا على ان برونو سافيو ده لعيب تعبان، وبيتكلموا على تقييم صفقات الاهلي. لكن تعالى بص بقى وقارن الناحيه الثانيه، حتى رغم الاداء الكارثي الكارثي اللي قدمه زكريا الوردي لحد دلوقتي في نادي الزمالك، اداء كارثي ما قدمه لحد دلوقتي، الراجل الناس كانت معتقده هناك ان هو جاي مش هياخد انذارات، الراجل احسن من طارق حامد، جه كل ماتش بعد الشوط الاول بيخرج عشان واخد انذار، ففريرا بيأمن نفسه. حد اتكلم على زكريا الوردي؟ ما حدش اتكلم عن زكريا الوردي، لا بيتكلموا على برونو سافيو. طيب عمر جابر لعيب دولي وكامل الاحترام ليه يعني، لعيب منتخب مصر، لكن هل عمر جابر قدم مستويات جيده دلوقتي مع نادي الزمالك لحد دلوقتي، وهو يعتبر مش لعيب كمان جديد، ده لعيب من زمان جدا قديم وزملكاوي معروف وواحد كان ليه تاريخ مع نادي الزمالك؟ هل حد اتكلم على مستويات عمر جابر الكارثيه حتى الان مع نادي الزمالك؟ ربما على فكره الثنائي بعد كده يبقى كويس مع نادي الزمالك، وارد يعني، هي دي الكوره، ممكن بدايه ما تبقاش موفق بس بعد كده تكسر الدنيا. لكن لحد دلوقتي الاثنين مقدمين مستويات لما تيجي تقارنها بشادي حسين مثلا وبرونو سافيو اللي لعبوا من صفقات الاهلي الثلاثه، لا طبعا شادي حسين وبرونو سافيو مقدمين مؤشرات ايجابيه للغايه وبتطمن جماهير الاهلي، لكن للاسف التناول من البعض ما فيهوش اي نوع من انواع الحياديه، التركيز كله ناحيه النادي الاهلي. فدي برضو جزئيه من الجزئيات اللي لفتت نظرنا من ساعه ما خلص ماتش السوبر اللي الاهلي تفوق فيه على نادي الزمالك. فبالتالي مستغرب شويه من الحته دي. الحاجه الثالثه وهو موضوع علي معلول. وعلي معلول كنت زمان اتكلمت، مش متذكر كان من خلال شاشه قناه الاهلي او من حته تانية يعني، بس اتكلمت في الموضوع ده وقلت ان مع الموسم الجديد يا جماعه هتسمعوا نغمه كده. نغمه بتتقال ايه؟ خلي بالك ده معلول اتقدم في السن. خلي بالك ده عمرو السوليه اتقدم في السن. اللياقه البدنيه بتاعتهم مش زي الاول. النغمه دي فوجئت ان حتى بعد ماتش السوبر والاداء المبهر اللي قدمه الثنائي، تمام؟ الناس تتكلم على ان معلول بدنيا مش زي الاول. معلول ايه اللي بدنيا مش زي الاول؟ احنا ليه دايما بنحاول يعني ايه نفضل عند معتقداتنا اللي هي مش موجوده دلوقتي في كره القدم، ان اللعيب بعد ال 30 سنه خلاص لازم يبطل. ده معلول افضل باك ليفت في افريقيا، ده واحد بيلعب مع منتخب تونس ورايح كاس العالم الاساسي بتاعهم، لعيب ارقامه عظيمه مع النادي الاهلي من ساعه ما جه. فاحنا مش عايزين نساعد في ان احنا نوصل الصوره دي او نصدر الصوره دي لنفسنا ويبقى في دماغنا ان معلول، لا معلول لسه مش قادر مش هيكمل 90 دقيقه. معلول بيلعب ال 94 دقيقه بالوقت والضيع بشكل ممتاز، باللياقه البدنيه عاليه جدا، بروح قتاليه ممتازه سواء هو ولا السوليه. فالنغمه اللي زي دي انا برضو رسالتي لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد برضو واعي وذكي جدا بخصوص الامور زي دي، علي معلول لسه بدري، لسه بدري سواء هو او السوليه، ده في عزهم، دول في عزهم، في عز عطائهم ونضجهم الكروي، فكل الدعم ليهم.
فدي بعض النقاط المهمه اللي حبيت بس ابتدي بيها الحلقه. لسه عندي نقطه غايه في الاهميه اخرى، بس هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل. استنونا. احتفلوا وفرحوا يا جماعه، احتفلوا وفرحوا. الاهلي فريق كبير. الغير طبيعي ان الاهلي ما كانش ياخد بطولات السنه اللي فاتت، دي حاجه كده بيبقى حدث في حد ذاته، دي حقيقه، والتاريخ هو اللي بيقول كده، مش احنا، او مش لمجرد بقى ان احنا ناس اهلاويه في قناه الاهلي بقى بنقول كلام، لا، هو التاريخ بيقول كده، ان الاهلي يطلع في موسم من غير ولا بطوله دي تبقى، او ده يبقى حدث في حد ذاته، حاجه غريبه. فالناس تفضل تتكلم كلام من ده، لكن لما ترجع بقى تاخد بطوله وتبتدي الموسم بالشكل المميز ده وتبروز بدايه الموسم بتاعك ببطوله، فلا لازم تفرح، عشان الفرحه دي هتديك دافع كبير جدا وتدي للفرقه بتاعتك دافع كبير جدا، فبالتالي تلاقي مزيد من البطولات ان شاء الله خلال هذا الموسم وكل المواسم باذن الله تعالى. عايز اتكلم على استعدادات النادي الاهلي، بس قبل بقى استعدادات النادي الاهلي، بما اننا هنتكلم على الدوري، امبارح في الزحمه كده بتاعت الفرحه كان في خبر مهم جدا، او كان في فيديو غايه في الاهميه من كلاتنبرج اللي هو المسؤول عن الحكام دلوقتي، لان احنا زي ما حضراتكم عارفين كده ما عندناش لجنه، ما عندناش لجنه ايه حكام، ما اعرفش ليه، احنا عندنا كلاتنبرج واتنين بيساعدوه، يعني كابتن تامر دري وكابتن احمد ابو العلا بس لحد دلوقتي. فكلاتنبرج كالعاده، ودي ظاهره كويسه جدا بصراحه، بعد كل جوله بيطلع يتكلم على الاخطاء بتاعه الحكام او الالعاب او الحالات اللي فيها جدل شويه، يعني فيها اختلاف في وجهات النظر. طبعا من بعض او من ضمن الحالات اللي تم الحديث عنها واللي اصلا ما فيهاش جدل، يعني الزملكاويه قبل الاهلاويه مقررين ان هي كانت لازم تبقى كارت احمر وانذار تاني زكريا وردي، هي اللعبه دي. الراجل طلع امبارح قال انا كنت متوقع في الفيديو، كنت متوقع ان محمد معروف هيطلع الانذار الثاني ويطرد زكريا الوردي لانه خد انذار اولاني مستحق قبلها بدقائق. لكن ده كلام برضو كلاتنبرج لسه بقوله لكم ده، لكن للاسف الفار ما يحقش ليه ان هو ينادي الحكم عشان لعبه فيها انذار، لو فيها كارت احمر بس لازم يستدعي لها الحكم، لكن هو الراجل واضح من كلامه جدا انه مستغرب، زي ما كل مصر كلها مستغربه ليه الكابتن محمد معروف عمل كده؟ بصراحة لقطة مش حلوة خالص في تاريخ الكابتن محمد معروف، في تاريخه، وهتفضل يعني في الأذهان عند كل الجماهير بمختلف انتماءاته، بمختلف انتماءاته. واللي يزيد كمان على كده ان هو كان حاطط ايده في جيبه عشان يطلع البطاقة الصفراء التانية. ايه اللي خلاه ما يطلعش البطاقة الصفراء التانية؟ دي حاجة برضو غريبة، ده السؤال اللي بيطرح نفسه من ساعة مباراة الزمالك والسيراميكا. هتقول لي المباراة كانت من قبل كده؟ لا، هقول لك حط ايدك على الاخطاء اللي بتحصل من بدري بدري والمتكرره من بقالها موسمين. فواضح ان فيروس الاحتواء لسه متفشي، تمام، وموجود عند بعض من حكامنا المصريين للاسف الشديد. رغم محاربه كلاتنبرج ومحاولاته، وبالمناسبه كلاتنبرج بيغلط زي مثلا ما جاب كده الحكم البرتغالي ده اللي ما كانش ينفع يدير ماتش الاهلي والزمالك بصراحه، يعني بس الراجل بيحاول انه يطور، بس بيتصدم بايه؟ بان في بعض الحكام ما عندهمش رغبه اساسا ان نتطور. انا بقضيها يا باشا، انا دلوقتي بنزل احكم، تمام، ماليش دعوه بقى ممكن اميل للناحيه دي اميل للناحيه دي، انا مش طول عمري ما هشكك في ذمه حد يعني، بس انا بتساءل يا جماعه، يعني زكريا الوردي، هو زكريا الوردي بقى حديث الساعه بصراحه، يعني من ساعه ماتش سيراميكا لغايه بعد ماتش السوبر هو حديث الساعه. الراجل بيلعب شوط واحد بس بيبقى عليه كلام كتير جدا بسبب محمد معروف اللي ما طردوش، الله اعلم ليه، انتوا بقى اللي تقولوا، الله اعلم، تمام. والخطا مثلا ارتكبه قدام برونس سافيو، ده غير موفق، وارد عند اي لعيب بالمناسبه تحصل، سواء لاعب في الاهلي او الزمالك، وارد عند اي لعيب تحصل يعني، عشان برضه نبقى بنتكلم كوره صح يعني. فمش عارف الحكام او بعض من حكامنا المصريين امتى هيطوروا نفسهم او امتى هيكون عندهم الرغبه الاول عشان يتطوروا، انا ما اعرفش، بس الواضح بالنسبه لي ان في فعلا البعض منهم ما عندوش الرغبه ومش حابب انه يتطور، وعايز مثلا الله اعلم بالرغبات بقى، ممكن يقول لك ايه كلاتنبرج مش عايز يبقى موجود فعمل اخطاء كتير عشان تبقى في مشاكل وبتاع فالراجل يمشي وكلام من ده. فكان مهم قوي ان كلاتنبرج امبارح يوضح، لان كان في حكم من حكامنا وواحد يعني صديق من اصدقائنا حكام السابقين، يعني كنت بتكلم معاه بيقول لي انا اراهنك من غير ما اقول اسمه وانا كسبت الرهان، يعني اراهنك ان كلاتنبرج هيطلع يدافع عن محمد معروف. قلت له لا ما اعتقدش، مستحيل بقى يعني هيبقى زي الكابتن عصام عبد الفتاح، لا مستحيل. قال لي لا اراهنك، انا كسبت الرهان ان هو ما دافعش عن محمد معروف، قال انا كنت متوقع انه يطلع البطاقه الصفراء تاني، ما اعرفش هو ما طلعهاش ليه. المؤكد والبديهي على فكره، دي مش معلومه بقى وشطاره وكلام، البديهي ان في عقوبه على محمد معروف، اصلا ما فيش عقوبه
يبقى في اخطاء تانية، وهيبقى في تمادي كبير جدا في الاخطاء عند حكامنا المصريين. فدي جزئيه مهمه جدا، كان مهم ان كلاتنبرج يوضحها بشكل كبير بخلاف بعض الحالات التانيه في مختلف المباريات في الجوله التانيه من بطوله الدوري تحديدا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنونا. ينفع بس نشوف فيديو صغير كده للكابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، وحديث ليه قبل المباراه، وفيديو منتشر على السوشيال ميديا، تعالوا نشوفه ونرجع نعلق عليه. حبيبي اتشرفت بيك. الخبر اللي جاي اهلاوي بحر. لا يا جدع اهلاوي ايه يا جدع، ده انتوا فرقه فاضيه، اقسم بالله فرقه فاضيه. لا 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 والله العظيم فرقه فاضيه. يا كابتن ميدو قبل المباراه، ده فيديو منتشر ليه بيتكلم على ان الاهلي فرقه فاضيه يعني. فانا عايز اعرف، امال لو الاهلي فرقه مليانه كان ايه اللي حصل؟ رجاله النادي الاهلي يا جماعه دايما ما بتردش غير في الملعب يعني ايا كان. كابتن ميدو اصلا اعلامي دلوقتي في قناه محايده، مش من الطبيعي ان انت تشوف فيديوهات زي كده الاعلامي في قناه محايده، لكن في كل الاحوال هو في الاول وفي الاخر زملكاوي، مفيش اي مشكله وحاجه تحترم يعني. لكن التقليل من النادي الاهلي والثقه الزايده قوي اللي كانت عند جماهير الزمالك واللي كانت عند فرير، والتصريحات اللي كانت متشابهه من مسؤولي نادي الزمالك وكمان من ومن ومن، تمام، تبين لك قد ايه كان في قلق كبير جدا جدا عند فريق نادي الزمالك، الفريق المحترم والفريق الكبير، ما نقدرش نقلل منه، احنا غير ما بنقللش من حد. لكن هنا السؤال، لو الاهلي يا كابتن ميدو كان فرقه مليانه كان ايه اللي ممكن يحصل؟ اكتر من كده، الاهلي كسب الماتش عن جدار واستحقاق واداء مبهر طول المباراه بتكتيك عالي جدا بتركيز مميز من كولر اللي ركز في الماتش وفي التفاصيل وفي التسعين دقيقة، واللي قدر يخرج بنتيجة مميزة جدا 2-0، واللي ساهم من خلال تغييراته فوز النادي الأهلي بنتيجة 2-0، واللي عمل كل حاجة الفرقة الفاضية اللي هي النادي الأهلي طبقا للي شايفه الكابتن أحمد حسام ميدو، تمام، مسكت الزمالك في الماتش كسبت الزمالك 2-0 وفازت ببطولة، بطولة السوبر، في بطولة خاصة اللي هي القمة، ده طبيعي جدا، وفي بطولة اللي هي بتاعت المباراة دي بالتحديد بطولة السوبر. فالأهلي قدر ان هو يفوز عن جدار واستحقاق الفرقة الفاضية اللي لو كانت مليانة معرفش كان ايه كمان ممكن يحصل في الملعب، مع كامل الاحترام والتقدير للجميع، بس كان لازم نعلق على فيديو الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق والنجم طبعا اللي كان محترف في اوروبا واللي شرف الكره المصريه بكل تاكيد. طيب خلينا نروح عبر سكايب مع زميلنا العزيز والمحلل المميز جدا جدا محمود شاكر عشان نتكلم معاه في بعض الجوانب التحليليه بخصوص مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك، ونسمع رؤيته وايه اسباب تفوق الاهلي في هذه المباراه. يا محمود مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي، وميرسي على المقدمه الجميله دي، وكالعاده ببقى سعيد ومبسوط ان انا موجود معاك. اهلا بك يا حود، احنا اللي سعداء دايما بتواجدك معانا. عايز اخد رايك في المباراه في الجانب الفني واسباب تفوق النادي الاهلي وفوزه بالسوبر. قبل المباراه كان في توتر كبير جدا جدا في كل الشارع الكروي، يا ترى مارسيل كولر اللي يعني مش واضح هيلعب ازاي قدام الزمالك، اللي بيقدر يكسب بان هو يسيب الاستحواذ للفريق اللي قدامه، وتفاصيل كتيره جدا، ولكن مارسيل كولر ادار المباراه يا امير بشكل رائع، اكتر من رائع، وتفوق على فيريرا اللي كان في نسبه غرور ونسبة ثقة زايدة كبيرة جدا، شفناها أمير أكيد من تصريحاته ما قبل المباراة، وأنا شايف إن التصريحات دي أصلا حطت ضغط على لعيبة نادي الزمالك. لو هنتكلم فنيا، كلنا عارفين يا أمير إن دايما المشكلة في طريقة لعب بتاعت أي حد بيلعب ضغط عالي في المساحات اللي بتتساب في ظهر الدفاع، وإن طبعا كله بيبقى مع بعض كتلة واحدة بيزيد وبيضغط بكتلة واحدة، فبيبقى الملعب كله مفتوح ومعمول له ستريتش، فده مع فريق بيلعب قدام سرعات ولعيب عنده وفريق عنده سرعات كتيرة جدا بيفرق، يبقى صعب على الفريق اللي هو بيلعب ضغط عالي ان هو يقدر يستحوذ على الخطوره اللي ممكن تحصل دي. مارسيل كولر عمل حاجه جديده جدا، كلنا عارفين اول حاجه ان طبعا اقوى جبهه موجوده عند النادي الاهلي هي الجبهه اليسرى بقياده علي معلول. علي معلول المفروض كان يلعب عليه احمد السيد زيزو، فيريرا ريح الدنيا كلها، وطبعا لعب بالطريقه بتاعته بتاعت 3-5-2 يا امير، فبالتالي ما كانش فيه اجنحه، فبالتالي كان علي معلول
موجود براحته جدا، زائد ان احمد عبد القادر عارفين ان جبهه علي معلول واحمد عبد القادر مش قويه جدا دفاعيا زي الجبهه للناحيه الثانيه اللي طاهر واحد من افضل واقوى اللعيبه اللي كانت موجوده. امير عنده ضغط عالي وبيضغط في ضغط عكسي وضغط عالي ومجهوده البدني ما شاء الله عليه. طاهر كان من نجوم المباراه ولعب معاه اكرم توفيق اللي اكيد مش هنتكلم عنه، راجل السي في بتاعه أو في سنة ونص ولا في سنتين جدير بالكلام عنه، ولكن أمير القصة كلها كانت في الجبهة اليسرى. عارف أمير في كام لعيب لعب على أكرم توفيق وعلى طاهر محمد؟ طاهر خمسة، لعب الأول أحمد فتوح ولعب عمر جابر ولعب مصطفى شلبي ولعب أحمد السيد زيزو، ففي لعيبة كتير جدا لعبت في نفس الكلام ما قدروش يخترقوا من الحتة دي. عاوز أتكلم على حاجات معينة لمارسيل كولر لو نشوفها يا أمير وهي اللي خلت النادي الأهلي في الشوط الأولاني إن هو يقدر يتغلب على نادي الزمالك في حتة الضغط العالي وغلط الزمالك. في لقطتين يا أمير لو شوفهم كان الكادر أو كان المخرج جايب مارسيل كولر وهو عمال يفتح بإيده كده بيقول للعيبة النادي الاهلي اضغط على طول على عواد، فبالتالي شفنا عواد في كورتين يا امير في الشوط الاولاني باول ما النادي الاهلي زق كله لقدام في ضربه المرمى الراجل بيشوط الكوره ضربه مرمى بتطلع اوت بدل المره اثنين والنادي الاهلي بيقدر يستحوذ على النادي الاهلي. كان خانق النادي الزمالك بشكل كبير جدا وشفنا ان النادي الزمالك من مباراه سموحه كان عنده مشكله يا امير في حته الطلوع بالكوره والضغط العالي. كابتن طارق العشري كان ضاغط على النادي الزمالك جدا في الشوط الاولاني وقلنا قبل كده ان النادي الزمالك هيقابل مشكله كبيره في الضغط العالي. حاجه ثانيه تفوق بيها برضه مارسيل كولر يا امير، احنا قلنا ان دايما المشكله بتبقى ان الباكات على طول بيطيروا، مجرد ما النادي الاهلي كان بيقطع كوره كنا بنشوف اكرم توفيق بيجري او علي معلول بيجري، بس في كان تريكه مارسيل كولر عملها وهو ان اول ما باك يا امير بيزيد الباك الثاني على طول بيخش ثالث مع المساكين عشان يعمل ايه الناحيه الدفاعيه، وشفنا الكلام ده اول ما كنا بنشوف، بس لو معناش لقطات لو نشوف اول ما علي معلول كان بيجري كنا بنشوف امير ان اكرم توفيق بيخش ثالث مع محمد عبد المنعم ومع محمود متولي عشان يعمل عمق الدفاع. شفنا تصريحات محمود متولي بعد المباراه وبيكلم بيقول ان كابتن مارسيل كولر كان دايما يعني مأكد علينا الحته بتاعه العمق. ليه العمق يا امير؟ لان خطوره نادي الزمالك كلها من العمق، وانت اساسا لغيت الطريقه بتاعه 3 4 3 اللي هو فيريرا ولعب 3 5 2 فانا مش محتاج ان انا اعمل استريتش الملعب، بالعكس انا محتاج ان انا اضيق الملعب لان كل الاختراقات اللي كانت بتبقى موجوده كانت بتبقى عن طريق امام عاشور ان هو ما عندوش لا مركزيه وما عندوش مركز معين، لا امام عاشور بيتحرك في كل الملعب وتفوق عليه بشكل كبير جدا النادي الاهلي. زيزو فيريرا ريح النادي الاهلي بان زيزو طبعا ما لعبش في مكانه وحتته. طب انا محمود عايز اسالك سؤال ورد عليا في دقيقه سريعا جدا، هل تقدر تقيم كولر تقييم نهائي ولا لسه؟ لا طبعا مفيش حد يقدر يقيم كولر تقييم نهائي، لسه بدري على الكلام ده كله، ولكن هي امارات يا امير امارات ان في مدير فني تفوق بشكل كبير جدا في مباراه بطوله، ومباراه البطوله عاوزه مديرين فنيين بتوع بطولات. حاجه ثانيه يا امير مهمه جدا احنا غير يعني من اهم الامارات للراجل الكور الثابته للنادي الاهلي، الكور الثابته بقى فيها تنوعيه وشكل كتير جدا، مره يلعب الكوره على قوس 18 عشان تتشاط، مره يلعبه على القريبه. وفي حاجه ثانيه عاوز اتكلم عليها عن محمد شناوي محدش اتكلم عليها خالص، كلنا عارفين تاكتكس بسرعه كده بتاعت نادي الزمالك ان هو دايما يا بيلعب على الكوره القريبه يا بيلعب دايما على الكوره البعيده لحسام عبد المجيد. تمام. لو ناخد بالك يا امير محمد الشناوي طلع شال اربع كور من بالظبط من نص 18 واضح ان كان في تعليمات ان احنا نفضي المكان لمحمد الشناوي ان هو يطلع يشيل الكره كلها. اخر حاجه قبل ما اقفل معاك عارف ان مفيش وقت زكريا الوردي زكريا الوردي كان خطا كبير جدا في نص ملعب نادي الزمالك من بعد حصوله على الانذار يا امير عمل خمسه ميس باس منهم الميس باس الاخير اللي طبعا قدر يخطفه برونو سافيو وجابوا الهدف الجميل جدا. مارسيل كولر تفوق طبعا تفوق طلع على فيريرا اللي كان مركز في امور بره الكوره وشفنا النادي الاهلي قدر يتفوق ويكسب السوبر. يا حود انا بشكرك شكرا جزيلا، الكلام بصراحه 10 على 10 وتحليل منطقي جدا كالعاده. محمود شاكر يعني محلل المميز جدا كان معانا على الهاتف ونشكره شكرا جزيلا، او كان معانا من خلال سكايب تحديدا، نشكره شكرا جزيلا على المداخله دي والرؤيه التحليليه المميزه جدا منه كالعاده. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بسرعه. اهلا بحضراتكم من جديد. سريعا خلينا ناخد تفاعلكم معانا ورسائلكم لكولر بعد البدايه المميزه والفوز ببطوله السوبر بعد اول خمس مباريات بالنسبه للفريق. هبه السيد قالت بالتوفيق لحضرتك استاذ امير، بشكرك يا هبه، ورساله لكولر جماهير الاهلي كلها ثقه فيك وبطوله السوبر اولى محطات الاهلي في البطولات باذن الله تعالى. كمان يحيى صابر قال ناثق فيك يا كابتن كولر وناثق في اختياراتك واكتشافاتك الرائعه، لاعبون
كان البعض يطالب باعارتهم اعاده اكتشافهم، فاصبحوا صفقات رائعه لم تكلف خزينه الاهلي شيئا. وجهه نظر طبعا محترمه جدا. يوسف حارس قال مساء الخير، احب اشكر مجلس الاداره على اختيار المدير الفني السويسري مارسيل كولر، انا حاسس مانويل جوزيه راجع من تاني، ان شاء الله كل اللي جاي بطولات معاك يا اهلي، الراجل محتاج دعم يا جماعه، لسه بدري على انه يحقق انجازات مانويل جوزيه. بدر الدين عابد قال استمر ونحن على ثقه كبيره في جهازك واللاعبين. اخر تعليق سريعا هاخده قبل ما اختم، هاني الشاذلي قال مدرب كبير، بالتوفيق ان شاء الله في باقي المباريات. دي تعليقات ورسائل حضراتكم لمارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي بعد الفوز باول لقب من خلال اول خمس مباريات، واللقب كان من خلال كمان مباراه واحده قدام نادي الزمالك في السوبر المصري. الف مبروك لكولر والف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي. من بكره بقى يا جماعه نتفرغ للحديث عن مباراه الداخليه اللي هي الاهم دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي، وهي المباراه المقبله ان شاء الله في الدوري. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا، الى اللقاء.